مساء الخير. عم تستعد المصارف الأوروبية لنتائج الستريس تيست الخاصة بالاتحاد الأوروبي اللي عم تركز على مدى افتقار البنوك لرأس المال. حيتم تقييم 51 مصرف فقط وبيتم نشر النتائج نهار الجمعة. الأزمة المصرفية بدأت من إيطاليا عندما شهد مصرف بانكا تي باشي تراجع بالأسهم التابعة له، وعم تنتشر هالأزمة لجميع أنحاء أوروبا. على سبيل المثال، شهد مصرف كوميرس بانك، ثاني أكبر مصرف بألمانيا من حيث الأصول، ضعف بنسبة رأس المال بتراجع 11.5% بحزيران. بقول البنك ايضا انه صافي الدخل بالاشهر الثلاث الماضيه حتى نهايه حزيران انخفض بحوالي الثلث ليوصل ل 209 مليون يورو بعد ما كان 307 مليون يورو بالفتره نفسها من العام الماضي. بيبقى السؤال، هل الستريس تيست للمصارف الاوروبيه حتكون بمثابه تحفيز للمصارف او مزيد من الضغوط بهالوقت الحرج؟ الجواب نعرفه مع ظهور النتائج بالايام المقبله. بنبقى مع اخبار المصارف ولكن من المملكه المتحده، حيث حذر كل من مصرف ار بي اس ونات ويست الشركات انهم معقول يضطروا لخفض اسعار الفائده دون الصفر امام الودائع العائده لحسابات التجار، الجمعيات والشركات الكبيره بدون ما تتاثر حسابات الافراد. هالاجراءات حتعتمد على قرار بنك انجلترا، فبيقول متحدث باسم مصرف ار بي اس لموقع بي بي سي انهم حيتخذوا الاجراء يلي بيلاقوه ضروري بحال قرر بنك انجلترا خفض الفائده لتحت الصفر، ولكنهم رح يبذلوا اقصى جهدهم لحمايه عملائهم من الاثار السلبية. بحب ذكر بأنه 4 آب هو موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية لإنجلترا حول أسعار الفائدة. هيدا كان كل شيء لليوم، بشوفكم بكرة.